اه يا جماعه اللي بيحصل معانا في اوبر، الراجل جايب لي 6 يركبوا في العربيه، تمام 6 يركبوا في العربيه اهو ومش عايز ينزل، بقول له انزل مش عايز ينزل. انا اعمل معايا بقى اوديه للقسم ولا اعمل ايه؟ ركبوا بالعافيه معايا، وامين الشرطه اهو، امين الشرطه اللي هناك ده اداني مخالفه. اعمل بقى انا ايه بقى في حوار اوبر اهو؟ اوبر اهي ونيله اهي، ايه ده بقى الزمن بتاعت اوبر ونيله اهي، شفتوا؟ هو ده بقى، دي بقى المشكله الوسخه بتاعت اوبر. اوبر قايله لهم 4 تنفر يركبوا بس، راكبين 6، قلت لهم لا انا مش هركب مش هعمل 6، مش هركب مش هركب 6، ركبوا بالعافيه 6، وركبوا غصب عني 6 مش عايزين ينزلوا. انا اعمل لهم ايه؟ بس كده. على الله حكايتنا يا جماعه، الفيديو دوت انا اتفرجت عليه، طبعا انا ما اعرفش هو مين محوله، وهل اللي حوله دوت موجود معانا ولا لا، ولا حد شاف ان ديت مشكله وحب يعرضها. الفيديو باختصار شديد، كابتن مشكورا ركب معاه 6 في العربيه، وكان جنب منه قدامه امين شرطه، فهو طالع في الفيديو بيشتكي وبيقول يا جماعه الزفت اوبر ومش عارف ايه، دول 6 كانوا عايزين يركبوا معايا واوبر مديهم 4، وامين الشرطه هو اداني مخالفه، وهم قاعدين جنبه وهو بيسجل الفيديو دوت، ومحدش فيهم بيتكلم ولا في اي رياكشن منهم. ده الفيديو اتفرجوا عليه، لان انا ما صدقتوش. مش معنى كان الراجل كذاب، لا، ما انا ما فهمش التفاصيل كلها، ولكن خلينا في النقطه بقى، خلينا يعني في الفكره اللي هي عايزه تتعرض، بغض النظر عن المعروض ده حقيقي ولا لا. احنا بيصادفنا ان انت بتروح بعربيتك لغايه النقطه بتاعت العميل، وتلاقيهم 6 ركبوا او 5 ركبوا. طبعا هم عشان بيبقوا عارفين ان الكباتن مش هترضى تركبهم، فهم ما بيركبوش مره واحده، يعني تلاقي واحد او 2 جم، وانت بدات الرحله وجيت تتحرك لقيته بيقول لك ايه، ثواني يا كابتن انت رايح فين؟ انا لسه في حد تاني جاي. تبص تلاقيهم بقوا 6 وانت بدات الرحله، تقوم قايل له لا، يقوم قايل لك براحتك خلاص ماشي الغي الرحله. طب انا بدات اعمل ايه؟ عشان كده بقول لك ما تبداش بسرعه، يعني انا رامي الحته دي كلها عشان ما تبداش بسرعه. هحل معاك المشكله، بس انا بقول لك كنصيحه من كابتن شاف حاجات كتير وكباتن كتير جدا بتعمل نفس اللي انا بقول لك عليه، بتهدى في بدأها للرحله الاول. خد انطباع العميل وخد رحلتك كامله، وطبعا الكلام ده ينطبق على عميل بيقول لك ابدا وانا نازل لك. اوعى تبدا الرحله، بعد ما بتبدا الرحله انت كده يعني حطيت طوق حوالين رقبتك بسبب الرحله ديت، عادي تشيله، بس لو انت ما بداتش كان في ايدك امكانيات كتير جدا. خلينا بقى ان انت ما بداتش والفويس دوت يا سيدي وصل لك وعجبك الكلام اللي بيتقال وابتديت تطبقه ووصلت ورحله، وعميل جه ركب جنبك لسه بتتحرك وما بداتش عشان انت سمعت الفويس بتاعي، لقيته بيقول لك لا ثواني، قمت واقف لقيت 3 تانيين جايين يركبوا. ايه المشكله؟ مش هتحرك. يقول اه اتفضل. اقول له لا يا فندم اتفضل، احنا انا 4 بس حضرتك اللي يركبوا معايا، انا ما ينفعش يركب معايا 5. يقول لك لا على فكره احنا بنركب مع كباتن كتير 5. اقول له ماشي، انا عربيتي غاز، في عندي اسطوانه ورا. بص الحجه تتجاب ازاي، يعني حاول تستغل اي حاجه بتحصل حواليك، وحاول ان انت يكون عندك مبررات مقنعه. انا عندي اسطوانه غاز، فوالله مش هينفع العدد ده، بعتذر لك جدا يا فندم، والله حابب ان انتوا تقسموا بعض على عربيتين، ما عنديش مشكله، انا مع حضرتك هوصل حضرتك واطلب عربيه تانية. هيقول لك لا كنسل. هقول لك ما هو الحرق اللي فات دوت خلصوا الخمس دقايق، كنسل وشايله غرامه وامشي، والغرامه ديت مقابل المشوار اللي انت رحته له. بس انا مش عايز حد يجي يقول لي حد ركب غصب عني ولا العميل هو اللي كان بيمشيني. ازاي اعتبر يا سيدي ديت لو اسمها رحله، لو اللي احنا بننفذها في اوبر اسمها رحله، فيا معالي الكابتن انت قبطان الرحله، انت قبطان العربيه دي، مفيش حاجه اسمها عميل دخلني يمين وعميل دخلني شمال، انت اللي دخلت يمين ودخلت شمال عشان ارتبكت بس. والفيديو دوت يا جماعه انا قلت يعني ايه، عشان انا حملته، وبعد ما حملته اتفرجت عليه، فلو محدش حمله يبقى احنا كده قلنا لك الفيديو ده بيقول ايه، وعقبنا لك على رد الفعل بتاع ثواني بس ناخد الغرزه دي، وعقبنا لك على رد الفعل بتاع واحد يروح ويلاقي اكتر من واحد بيركب معاه زي ما بقول لك كده. هتقول لي طب افرض يا كابتن كريم، عشان ديت انت نسيت تقولها، لسه جايه في بالي والله دلوقتي، وانت ماشي خدت العميل من اول نقطه ركب معاك 3، رحت للنقطه الثانيه لقيت 2،
عجبتك انت التشبيه ده عشان كتير بيقع فيه، يعني انت العميل حاطط نقطتين وبعد كده هيروحوا مكانه، خدت من اول نقطة ثلاثة وطبقت كل الكلام اللي انا قلته وما بدأتش الرحلة لما ركبوا، وبعد ما اتحركت لقيتهم ساكتين رايحين للنقطة التانية، قمت بادئ الرحلة ومتحرك معاهم ورحت لغاية النقطة التانية، بتبص لقيت اتنين تانيين هيركبوا او ثلاثة تانيين هيركبوا. طبعا يا كابتن بقى ايه باي سنس كده، يعني الطفل بنص، يعني انت بتبص برضك للناس اللي بتركب، لان انت ممكن يركب معاك ثلاثة يجيبوا لك المساعدين على الارض، فانت يعني باي سنس كده انت بتشوف الموضوع ده هيضرني في العربية ولا لا. احنا نازلين ناكل عيش، انا مش بقول لك خمسة نزلهم، لا، ما ممكن الخمسة يكونوا ناس صغيرين فكده خمسة عادي. يعني في مرة ركبت ستة معايا في العربية على فكرة، فيعني باي سنس يعني. جم يركبوا هاتوا قايل لهم لا يا والله مش هينفع، والله انا اربعه بس. يقول لك ليه؟ لا انا بنرغب على كل الكباتن كده. قول له ماشي، انا عربيتي غاز، فانا عندي اسطوانه ورا، فده حمل كبير جدا على العربيه. يقول لك لا ده احنا خفاف خفاف. قول له والله يا فندم يعني انا قلت لحضرتك اللي عندي وانا بيني وبينك عايز اوصلك، لو حضرتك حابب ان انا انهي الرحله وتطلب عربيه تانية تاخدكم كلكم تمام، حابب ان انا انتظر معاك مثلا دقيقتين ثلاثه تطلب عربيه تانية انا ما عنديش مشكله، اللي حضرتك عايزه. بس محدش يجي يقول العميل هو اللي مشاني، العميل هو اصل انا الراجل في الفيديو. يعني مش فاهم، طب انت مقعدهم ليه؟ يعني انت ازاي وصلت للمرحله دي؟ زي واحد يقول لك عميل ونزلنا واتخانقنا وشدنا مع بعض ونزل، ليه 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 وصلت لكل الكلام ده؟ موضوع اسهل من كده بكتير، احنا بنتعالج يا جماعه. حاول ان انت تتقبل المواضيع، وحاول ان انت العميل اللي شايفه هيضايقك يا سيدي ما توصلوش، بس اعرفها من الاول. ايه كنسل رحلته؟ كنسلها. هتقول يا عم التطبيق هيتقفل، اقول لك طب ما هو انت ممكن تنفذ الرحله ويشتكيك يا سيدي، التطبيق مش هيتقفل، هتاخد لفت نظر وتقييمك هيقل. يبقى كان انهي الاولى بقى، ان انا اتحاسب على الغاء الرحله ولا تحاسب في تقييمه وتقرير؟ اسيبك انت بقى تختار الموضوع ده، عشان انا كده وصلت وعلى الله حكايتي.